معقوله يا ست هانم؟ الساعه بقت 11 واختك وبنتك لسه ما شرفتش. انا مش هسكت على الكلام الفارغ ده. يعني ايه؟ لو سمحت ما تبالغش يا عادل، الساعه 11 الا 7 دقائق. رانيا من فضلك يا رانيا تبقي تشتري لي بقى ساعه علشان انا عايزه اعرف بنتي تتاخر ولا لا. على فكره ما ينفعش التاخير ده، الناس تقول عينا ايه، سمعتنا بقت في الحضيض، يقولوا البيت ده ما فيهوش ستات. وقفل الموبايل كمان، قفل الموبايل. يعني مش عايزه ترد عليا، قفل الموبايل ليه؟ اما تيجي بس الهانم ان مفرجتها. لما نشوف سيد الرجاله هيعمل ايه. فاكر لما جيت مره متاخره الساعه 8 بالليل قلبت الدنيا ما قعدتهاش. مش الساعه 11. لا بليز ما تبالغيش، الساعه دلوقتي 11 الا 6 دقايق. مساء الخير يا اسرتي العزيزه. مساء الخير، وكمان ليكي عين تقولي مساء الخير. الساعه كام يا هانم؟ قصدك بقى تقولي صباح الخير. بت، كنت فين يا بت انت لغايه دلوقتي؟ المفروض اني ازعل من كلمه بت دي، لكن عشان انا مبسوطه جدا فانا هعديها لك المره دي. ببتس حبيبتي قلقتيني عليكي، كنت فين لغايه دلوقتي؟ ليه يا مامي تقلقي، انا كنت قاعده مع منتج اعلانات وهشتغل موديل. واو موديل؟ هتشتغلي ام موديل؟ هتشتغلي خياطه على اخر الزمن؟ يا ريت يا ماما خياطه، يا ريت جت على قد خياطه دي. بنت هتبقى مودلز من ضمن المود. عارفه المودلز دول ايه؟ إيه؟ اللي بتشوفيهم ماما في الاعلانات كده يقعدوا يقولوا ابي تي باتي كات والكاسيتة دي والمياصة والعريان والقش بش. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الكلام الفارغ ده؟ انا طبعا مش موافق. ايه يعني موديل ايه؟ فاكره نفسك باريس شيراتون؟ لا باريس هيلتون. وبعدين ده بقى الكارت بتاع المنتج حلمي معروف، اظن كلكم عارفينه. يا كدابه بقى، انت تعرفي المنتج حلمي معروف؟ يا كدابه انطقي قولي لقيتي الكارت ده واقع فين. اولا يا حبيبتي انا مش كدابه زي ناس، ثانيا هو شاف ادائي التمثيلي وانا بمثل دور ليلى في مسرح الجامعه وانبهر بيا. ليلى ايه ومجنون ايه اللي انبهر بيكي ده؟ انبهر بيكي على ايه؟ لو سمحت لو سمحتي يا عادل جميل ما تعملش كده في اختي ابدا وتقهر احلامها وطموحاتها اللامعه. اللامعه ايه؟ احلام ورنيش هي ولا ايه؟ ايوه اعملوا تريقات بقى على بنوتي. وعايزه اقول لكم حاجه بقى، ان انا الوحيده اللي في البيت ده اللي هيقرر المستقبل بتاع بنوتي. يا ماما برضو ابيع عادل راجل البيت ولازم يكون موافق. ربنا يخليك يا نجلاء، ده طبعا عشان انا راجل البيت. هو مش بس كده يا ابي، هو حلمي بيه شرطه الوحيد ان لازم يكون في موافقه من ولي امر ويكون راجل. يعني الحكايه لا انا بقى مش موافق. لا راجل من ظهر راجل يا سيد الرجاله. لا تقف في طريق اختي. ايه ما اقفش في طريق اختك؟ هتدوسني يعني ولا ايه؟ بدل ما تنصحيها انت وامها انها تكمل الشهاده الجامعيه بتاعتها. يا سلوم يا سلوم يا سي عادل، يعني انت عملت ايه بقى بالشهادات بتاعتك؟ فتحت مطعم فول وطعميه. على اساس انك خريج كليه سياحه وفلافل قسم بابا غنوك ايه؟ ابي عادل انت لو وقفت في طريقي انا هنتحر. بقول لك ايه، انت بتهدديني؟ مفيش الكلام ده خالص ومفيش الشغل ده خالص. انا اقعد قدام منتج واتكلم معاه وجها لوجه؟ اسف. علي يا نجلاء. ها تيسير. اهلا يا استاذ عادل. كويس ان الترابيزه دي فاضيه، نقعد بقى نتكلم شويه في شغل كده. هتتكلموا في شغل؟ اخبار المدام ايه؟ انت مالك ومال المدام؟ بتسال عليا ليه؟ على فكره انا اخت المدام. اخت المدام برضو؟ ايه يا تيسير، في هو الكافيه ده مالوش صاحب؟ مين صاحبه يا ابني؟ اتكل على الله. حاضر. بقول لك ايه، اما يجي الراجل المنتج ده انا اللي هتكلم معاه في كل حاجه. حاضر يا ابي. والكلمه اللي اقولها لازم تسمعيها. تحت امرك يا ابي. اهلا نجلاء، النجمة الصاعدة الواعدة في سماء فن الإعلان. أهلا يا حلمي بيه، أبي عادل جوز أختي وكمان هو أنا المسؤولة عن كل حاجة بالنسبة لها. أهلا وسهلا فندم. أهلا أستاذ عادل. اتفضل. أنا حلمي معروف. معروف طبعا حضرتك، يعني إعلانات حضرتك مش مهنيانة على المسلسلات. شفت إعلان السمنة الأخلاني؟ شفته، صراحة أنتوا فاضل شوية تحلفوا وتقولوا للناس إن السمنة دي بلدي مش بلدي ولا بلدك. دمك سكر. طب شفت إعلان شامبو زفلطة المزيل للقشرة؟ شفته وجربته، صراحة الشامبو ده يعني بيزيل القشرة وبيزيل الشعر في نفس الوقت. أستاذ حلمي ده كتير، ده اكتر من كتير بكتير. في ايه بقى؟ كفايه يا حرام كده. مش كده يعني، انا شايف في نبره صوتك نظره مش ولا بد من الصبح. ماله يعني؟ طب ما انا بستعمله بقالي شهرين. بص حبيته، خدنا على بعض اكتر. بص الشعر اجيبه كده، اجيبه كده بقى تحت امري، اجيبه كده اهو. اجيبه كده اهو. مين ده حضرتك؟ ده حولا اوبشن المساعد بتاعي. ده فول اوبشن واضح طبعا. حضرتك تحت امرك يعني. حولا معالي الباشا. نخش في الموضوع بقى استاذ عادل.
انا صممت اخد موافقتك الكتابيه منعا لاي مشاكل مع اولياء الامور. وانا بقول لحضرتك انا مش موافق، ما عندناش بنات للاعلانات، البنت لسه بتدرس في الجامعه، يعني العلم يعني المعرفه يعني الثقافه يعني فرحتها بشهادتها الجامعيه يعني. انا هديها 2000 جنيه في الاعلان يعني نمضي العقد على طول. انا بصراحه يا عادل انا ما كنتش اعرف انك عنيد ومش ممكن تغير رأياتك خالص. لا بصي، هو من ناحيه العند فانا عنيد يعني، وبعدين ما تفتكروش يعني موضوع ال 2000 جنيه دول اللي خلاني اغير رايي ولا ايه يا نجلاء؟ ليه يا ابي خالص، ده انا متاكده من حاجه زي كده. امال ايه يعني، انا كان اهم حاجه عندي مصلحه نجلاء. انا صحيح ليا فيهم 1000 جنيه بس مضيت وانا مطمن يعني. ومضيت يا عادل؟ طبعا يا ماما مضيت طبعا، ما هو لازم ياخد باله من الفلوس بتاعت بنوتشي وعلى بنوتشي نفسها. وتمضي ازاي يا عادل لحسن يحبسوك يا ابني؟ هو اول اعلان هتبقى كينونته عباره عن ايه بالظبط؟ اعلان عن لبان اسمه لبان طرقع. طرقع اهو باين من عنوانه، طرقع يعني كله مياصه وقله ادب. انا خايفه اوي ارتبك قدام الكاميرا يا ابي. لا ما تخافيش خالص، انا وجودي جنبك هيطمنك تماما يا نجلاء، بغض النظر على الالف جنيه اللي انا هاخدهم يعني، انا مش باصص لاي فلوس يعني. مش خساره فيك يا ابي. اهم حاجه بقى دلوقتي تحفظي الاعلان، سيبك من المذاكره ومن الكلام الفارغ ده، اهم حاجه الحفظ. ما اقدرش اعيش من غير لبان طرقه، طرقة بطعم الفواكه الطبيعية. لا لا لا، بصي يا ريت تكلمي بثقة أكتر من كده يعني، خليكي بطبيعية أكتر وأنت بتقولي ستوب. بتتدخل ليه يا فندم أنت؟ أنا بديها ثقة بس يعني يا أستاذ حضرتك يعني. تديها ثقة وتخرب بيتي بعد ما الأستاذ حماد يقول أكشن مفيش كلام. يلا يا ابني خلصنا. إعلان لبان طرقة كلاكيت تاني مرة. أكشن. ما اقدرش اعيش من غير لبان طرقه. لا لا بصي اعدلي العلبه كده عشان تبان يعني، يبان اللي هي الصوره دي، وبعدين تقوليها وانت بتضحكي يعني، تقولي ما اقدرش اعيش من غير لبان طرقه. اللي انت بتعمله ده تضحك ليه؟ تضحك ليه؟ هو ده اعلان معجون سنان؟ ده اعلان لبان؟ ثم انت مالك اصلا حضرتك يعني؟ انا بحاول يعني افكه عشان المنتج نفسه يوصل للناس. شكرا يا سيدي، شكرا يا سيدي. ممكن بقى تنقطنا بسكتك؟ لا حاضر انا اسف. يلا يا ابني يلا خلصنا. اسكت بقى هتبوظ كل حاجه. يلا اعلان لبان طرقع كلاكيت تالت مره واخر مره ان شاء الله. ما اقدرش اعيش من غير لبان طرقع. لا 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 استوب 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 استوب. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ما ينفعش طبعا. لازم بصي تتكلمي بدلع يعني، بتعملي اعلان لبان لازم تتكلمي بدلع، وانت بتعملي اعلان دواء وعندك مغص تقولي ايه تريبيت كده هو يعني. ماشي بس اخرس خالص، ايه اللي انت تعمله ده؟ تريبيت وتتدلع. انت اهلي مخرج غيران مني زقك عليا. ها ما تيجي تخرج مكان احسن، اقعد انت مكاني. لا لا انا واقف كده كويس حضرتك، اقعد، انا عندي يعني كراسي كتير في البيت يعني. اتفضل. يلا يا ابني خلصنا حضرتك. اعلان لبان طرقع كلاكيت رابع مره. ما اقدرش اعيش. لا 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 ما ينفعش، ما اقدرش على طول يبقى ما اقدرش اعيش من غير لبان يعني. خش كده بقوه وبثقه. بس انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ انا ايه؟ ممكن تسكت خالص؟ ممكن نشتغل؟ ممكن ما تفتحش بقك؟ الحق عليا يعني ان انا بفك؟ الحق عليا. ماشي انا غلطان. وبعدين اساسا اسمه غلط يعني، ايه لبان طرقع وانتوا بتعملوا اعلان عن بوم؟ انت ايش فاهمك في اللبان؟ ايش فاهمك انت في اللبان؟ حضرتك يعني انا بحاول افكه، اصل البان طرقع، تعرف تعمل منه بالونه؟ انا اعرف وبعملها كبيره كمان. لا يا سيدي ما اعرفش اعمل بالونه، الاستاذ حماد ده هو اللي عمل لي اخر اعلان بتاع الشاي الفتله. شفته؟ ايوه حضرتك شفته ودقت الشاي، والاعلان نفسه كان مميز قوي، اما كان الكاريون داخل كده هو على اللي هو الممثل اللي بيعمل اللي هو الاعلان، وبعدين لعلمك بقى الشاي نفسه طعمه مش حلو، لكن بقى الفتله كان طعمها حلو، انا كنت بطلع الفتله من الشاي واحده امصها كده اهو حضرتك، والله كان حلو قوي. انا حاسه ان الاعلان ده مش هيكمل. لا هيكمل، انا عارف هيكمل ازاي.